حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. مساء الخير أستاذة دلال. الدبلوماسية البرلمانية أتت كلها من خلال إصدار البرلمان العربي قرارا برفض القرارات المغلوطة الصادرة عن البرلمان الأوروبي. هل لك أن تحدثين عن أبرز بنود هذا القرار وما هي الخطوات التي تم اتخاذها في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم في الجلسة العامة تم التصويت على مشروع القرار بشأن رفض البرلمان العربي للبيانات والقرارات الصادرة في مواجهة عدد من الدول العربية، وكان صراحة بشكل خاص مذكورة في مملكة البحرين فيما يتعلق بالتدخل في أعمال وسير القضاء وجمهورية مصر العربية في شأن عقوبة الإعدام. طبعا ضمننا القرار ان لابد ان يكون في احترام لمبدا استقلاليه القضاء وعدم القبول التدخل فيه وما يصدر منه من احكام، وفي ذات الوقت ان النظام يعني العدل المعمول فيه في الدول العربيه وبشكل خاص ذكرنا في مملكه البحرين والتشريعات الجنائيه وضمانات المتهم التي يعمل فيها تراعى فيها كافه المعايير الدولية، وكذلك على المستوى التشريع الوطني بما يكفل حق المحاكمة العادلة والطعن على الأحكام. فاتخذنا قرارات أيضا أن نعمل من خلال مكاتب الجامعة في الدول العربية بالذات الموجودة في جنيف وبروكسل، من يكون لها دور أيضا في إيضاح تلك الأمور والاعتراف، وأيضا أن يكون في تواصل معهم بشأن الوضع التشريعي الجنائي الحقيقي لدولنا، بالإضافة أن يكون أيضا دور السفارات والبعثات العربية في الإشراك قبل صدور مثل هذه القرارات حتى يكون في تحرك مسبق في هذا الجانب. وشكلنا فريق طبعا قانوني بأن يتم دراسة الوضع مقارنة تشريعية ما بين التشريعات الموجودة في الدول العربية وأيضا التشريعات الموجودة في الدول الأوروبية، لبيان مدى الفارق ما بين ما نكفله من ضمانات لا تكون متواجدة أو منصوص عليها في الدول الأوروبية. وأيضا ختاما أن احنا بينا أن اليوم مثل هذه البيانات والقرارات التي تصدر باستمرار وتستهدف دول بعينها هي قرارات ممنهجة، ولكن أن هذه أيضا يتعارض اليوم في الوقت الذي يطالب مني منع ومكافحة الجريمة وبالذات الإرهاب، ويطلب مني في المقابل التساهل وعدم التشدد مع مرتكبي تلك الجرائم، فهذا نوع يشكل فعلا من الفارق اللي تدعو فيه المجتمع الدولي بين يتم احترامه وتطبيقه وسيادة القانون دون النظر إلى الأفراد طبعا اللي تصدر منهم هذه الممارسات. وأن في البحرين لا يوجد عندنا معتقلين، عندنا شخص يسمى متهم أثناء المحاكمة وشخص محكوم عليه أو مدان بعد صدور الحكم، والحكم يمر في درجات للاستئناف والطعن عليه أيضا أمام محاكم التمييز. نعم، نبارك لكم جهودكم سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.